وإلى آخر أخبار المال والأعمال من نشرة التاسعة. فاطمة خليل نرحب بها معنا في نشرتنا، أهلا بك فاطمة. أهلا بك نهى، أهلا بك أميرة، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضيين ارتفاعا بمقدار 22 مليون و 600 ألف دولار لتسجل نحو 18 مليار و 720 مليون دولار مقابل نحو 18 مليار و 690 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. أشار البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو بلغت نحو 2.380 مليون دولار مقابل نحو 2.790 مليون دولار خلال يوليو 2021. أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب حرص الهيئة على لقاء المستثمرين الألمان من أجل متابعة موقف نشاط الشركات الألمانية القائمة في مصر، وكذلك استعراض الاستثمارات الجديدة التي تعتزم الشركات ضخها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال لقاء عبد الوهاب مع الرئيس التنفيذي لاتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية لوضع آليات تعاون بين الجانبين لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر وتعظيم الشراكة الاستثمارية بين البلدين. شهد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية. تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال صناعة اليخوت السياحية في مصر. وفي كلمته أعرب الفريق أسامة ربيع عن تطلعه لأن يثمر التعاون عن تكامل الجهود الوطنية نحو توطين صناعة اليخوت السياحية في مصر، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبحث عن مصادر جديدة لتنويع الدخل والاهتمام بسياحة اليخوت ومشاركة القطاع الخاص الوطني في المشروعات التنموية. وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات الجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 7 مليارات و300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 694 مليارا و300 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10193 نقطة متراجعا بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 10079 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2271 نقطة منخفضا بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 2267 نقطة. فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3239 نقطة ليتراجع بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3223 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 19 جنيه و 35 قرشا للشراء و 19 جنيه و 46 قرشا للبيع. أما بالنسبة لسعر اليورو فقد سجل نحو 19 جنيه و 32 قرشا للشراء و 19 جنيه و 44 قرشا للبيع. أما بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 22 جنيه و 24 قرشا للشراء و 22 جنيه و 46 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية فوصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيهات و 27 قرشا للشراء و 5 جنيهات و 30 قرشا للبيع. أما عن سعر الريال السعودي فقد سجل نحو 5 جنيهات و 15 قرشا للشراء و 5 جنيهات و 18 قرشا للبيع. في أسواق المعادن، النفيسة ارتفعت أسعار الذهب بدعم من تراجع للدولار ليسجل نحو 1688 دولارا و 49 سنتا للأوقية. محليا سجل عيار
18 نحو 954 جنيه، أما بالنسبة لعيار 21 فسجل نحو 1113 جنيه وهو الأكثر مبيعا. بالنسبة للسعر عيار 24 وصل سعره إلى 1272 جنيه، أما عن سعر الجنيه الذهب فوصل سعره إلى 8904 جنيهات. في أسواق البترول العالمية هوى النفط بنسبة 3%، حيث زادت المخاوف من ضعف الطلب وقوة الدولار قبل رفع كبير محتمل لأسعار الفائدة. تراجع خام برنت بنسبة 2.9% إلى 91 دولار و 38 سنتا للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.8% إلى 88 دولار و 4 سنتات. في المقابل تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 6.68% لتصل إلى 3 دولارات و15 سنت للتر، بينما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 9.69% لتسجل نحو 8 دولارات و23 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض، وكانت أسهم شركات الطاقة والتكنولوجيا أكبر الخاسرين مع تأثر المعنويات بالمخاوف من تجديد السياسة النقدية والاضطرابات الجيوسياسية. أغلق مؤشر ستوكس الأوروبية على انخفاض بنسبة 7% ليستمر في تحقيق خسائر للجلسة الثالثة على التوالي. هبطت أسهم شركات الطاقة بنسبة 2.1% متأثرة بتراجع أسعار الخام بفعل المخاوف بشأن الطلب، وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا 1.8%، وشكلت أكبر ضغط على مؤشر ستوكس، ويكون أداء القطاع ضعيفا في العادة في أجواء رفع أسعار الفائدة بفعل مخاوف من الضغط على الإيرادات في المستقبل.